جبتوا منين ده لابس؟ من بحار هولندي كان واقف في النبي دانيال بيبيع كل اللي معاه حتى هدومه. طق 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 فضل بالسليب. هوبا يا ريس، جه البوليس اخده. بس انا كنت ايه، طلعت بالميكروفون ده خدته منه ب 20 جنيه. يا ولا فكك يا ولا، اللي يدور لقيت والله علقت وزخت بيه. ولا احنا هنصيع على بعض يلا ولا ايه؟ وانت اساسا معاك 20 جنيه. والله وحيات وحيات قرعتك والله شريك. في حد بيقرب. ايه؟ مين ده؟ ارمي الهباب، دعتها مخك. والله هو، يا نهار ازرق. استكرمت بقى، ثانية واحدة هنلعب بيه شوية. شايفينك يا عطية يا مخبر، المكان كله محاصر. سلم نفسك، سلم نفسك، سلم نفسك يا عطية. أنا عارف صوتك يا مغوري، ليلتك هباب الليلة. قرب 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 قرب، فتح عينك تاكل ملبن. واخد معاب مع مين يا اسطى؟ مين الصايع اللي معاك دول يا مغوري؟ دول عفاريت السيالة. لا 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 لا، ده العفريت الأزعر المكاجوال اللي بياكل المخبرين الوحشين، وده العفريت اللي لابس توكا كارو على جمجمته اللي بياكل المخبرين الملصلصين. انت، وده العفريت الأقرع اللي هياخدك بولتة في المالح. بس صفر الجرس ده قبل الزواج. اجري يلا اجري. اثبت محلك عصفور. نادي الكناري حاول معاك. الكناري يا عصفور حاول. ما تحاولش، انا مش متسلل، انا مخبر.